هذا وهنأ مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو. ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات. هذا وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 30 من يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعة التطرف والإرهاب.